حق الإمامة والمؤذنين إن شاء الله يبي يعلق إن شاء الله بعد صلاة العشاء. وأي واحد عنده إضافة وليس اعتراض ولكنه إضافة يبغى تعديل بالجدول أو شيء بعد ما يعلق بس يبلغنا إن شاء الله بحيث أننا نعدل له المواعيد. والله يا رب يكتب أجرك. لبه تعبان من ضرسه عنده خراج رجع له فتعبان ما يشوف شر إن شاء الله. فارس أجل تعبان من ضرسه وعنده خراج وماجور إن شاء الله. الحمد لله ماجور. الله يجزاكم خير يا حبي لك أبشر. يلا بس نبغى الحين نرجع بيت الحكمة. يلا تكفى يا صالح. الله يسلمك.